بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية من سيربح البنبون، من سيربح، اللي هيفوز هو اللي بياخذ. محتاج لتركيز. نبدأ بأول اثنين. أحمد خلاص ارمي هنا، خلاص نأخذ أول اثنين، عزام وعامر. كل واحد يمسك قلم. أنت يا عزام اكتب لي كلمة البر، وأنت اكتب لي يا عامر كلمة نورة. تعال هنا عزام. نورة. نورة تو. البر صحيحة ونورة صحيحة، إذن أنتما ستربحان البنبون. خذ بنبون. ضع القلم. سنأخذ الآن حمزة وصالح. حمزة وصالح، اكتب لي يا صالح كلمة فواز، وأنت يا حمزة اكتب لي كلمة طلال. طلال بسرعة يا عزام. فواز. ايوه بس اللام دي خلاها تمشي كده شوي. فواز. مد بالالف. ها ايوه كده، اللام الف تكون كده والالف يركب عليه. طيب ها خلاص، آخر محاولة لك يا صالح. فوا وا وا وا، بعد الواو إيه؟ دي اسمها فوز. طيب وبعدين خلاص خلاص، شكرا، فاز بالبنبون طلال. هنا عم أقول فوا، يبقى هنا مد بالالف. تفضل. الان ناخذ خزيم وعبد العزيز. خزيم وعبد العزيز خلاص، اجلس يا صالح. انت ستكتب لي كره، كره تو، وانت ستكتب لي المغرب. كانت بعد صلاة المغرب، وهذه كرة. يا سلام رائعة. أنت الم ها؟ المغرب، المغرب بس. ال ها ما غ ها غي غين ها ر ها، لا المغرب بس. ها أين نقطة الغين؟ تستحقاني بنبون. من سيربح البنبون؟ الآن نأخذ إبراهيم وأحمد. يلا يا أحمد، يلا إبراهيم تعال. خلاص اكتب لي يا إبراهيم العصر، وأنت ستكتب لي عادة. يلا العصر، اضغط على القلم. عادت. ممتاز، عادت صح. ها العصر ر ر، بس الصاد ما بتتعمل كده، الصاد تقف على السطر وتلفها كده. لا من من ورا، من ورا لقدام كده. ايوه كده، وتعمل لها سن.
خلاص هوريك تاني كيف نعمل الصاد يا ابراهيم. انا كتبت العين اهي، الصاد بوستك من ورا لقدام وتلف تمام. شكرا، خذ بنبوت. خلاص خلاص شكرا، ضع القلم. عبد الله عبد العزيز يلا خذ بنبوت، امسح السبوره، امسح. ايوه وهذه كمان. طيب تفضل الان يا ابطال، نحن نكتب كلمات البر والرحلة. طيب انت تكتب لي هم لعبوا كرة الايه؟ القدم. اكتب لي القدم، وانت تكتب لي الجري، رياضة الجري. القاء لا القاف لا تشبك في اللام، مشي اللام شوية، مشي اللام شوية. الجري جر ي ي ها القدم الجري صحيحة، القدم صحيحة، تستحقان بنبون. يا إبراهيم 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 ما هذا؟ تعال يا إبراهيم سب وفارس، إبراهيم السبت وفارس بسرعة. اكتب لي اكتب لي يا فارس والد، وانت اكتب لي العم. اكتب انت والد وانت اكتب العم، يلا والد العم. والد ولد لد د، ايش بك الدال فيه؟ ايش بك اللام في الدال؟ اللي بيتكلم ابراهيم ما ينفع الازعاج يا ابراهيم. ايوه والد صح. يلا ال في الف في الاول ال ها ع، ايش بك اللام في العين؟ ايش بك اللام في العين؟ ايش بكم في بعض؟ العم سيبوا ها روح انت خذ بنبون. يلا ال ع، ايش بك اللام في العين؟ ايش بكم في بعض؟ وصلهم في بعض. ايوه كده روح مشي العين، وايش بك اقفلها؟ سكرها طالما في النص تتسكر. ايوه مشي واعمل ايش بك فيها الميم. يلا الع مشي ها ايوه ها نزل شدها لتحت بقى. ايوه بس خطك ناعم قوي، وبعدين اللام ما نعملها السنه طالما هتشبك شبكها في العين في الميم. خلاص شكرا خذ بنبون. تعال يا عبد العزيز انت وفواز، خدت عبد العزيز شاركت فواز وركان، ركان افندي تفضل تعال اطلع امسح. اكتب لي يا ركان نوراتو، وانت اكتب لي فواز. شوف انت كنت صحيين ولا لا؟ فواز وانت اكتب لي نوراتو. ف و ز ز ممتاز، خذ بنبون. اكتب لي نو نون، اول حرف نون نو. بس يا ابني بقى ابراهيم، تعال يا ابراهيم تعال 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 لهنا تعال. يلا انت بتتكلم ليه في الفصل؟ انتبه معانا، اكتب نو نون. ايوه سنه وتحفظها نقطه نون ها نو. ايوه مشي نو و للجنب هنا هنا النون كده. يلا حط الواو نو، ايش بك فيها واو؟ يلا واو لف الواو لف الواو. يا ركان طلعت صف ثاني وما انت عارف الحروف يا ركان، لسه لازم تراجع الحروف يا بطل. شكرا يلا نو را تو. طيب صا احمد ونواف،
اكتب لي نورة تو وانت اكتب لي الأب. الأب. يا الله يا أحمد اكتب لي نورة تو. نواف يكتب الأب. فارس ايدي الأ خلاص اعمل الهمزة ما تشبك الألف في الباء. الباء لحل. الباء لحل. نورة تو. أحسنت يا أحمد. خذ بونبون حط الهمزة هنا. همزة فوق الألف. أيوة الألف. الألف لا يشبك في الباء. شكرا يا نواف. خذ بونبون واحد بس. واحد بس يا أحمد. اختار واحد. من لم يشارك؟ من لم يشارك؟ هل هناك أحد لم يشارك؟ إبراهيم ما شارك؟ أنت شاركت ولا ما شاركت؟ خلاص الجميع شارك؟ تميم تعال يا تميم. ماشي اكتب لي يا تميم فواز. فواز ف و لا ف بس نقطة واحدة و انزل بالفاء و مش 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 واعمل واو. لا و و ايش بكفاء واو يلا بطل مش مش بالفاء لقدام شوي كده وتعمل واو بقى. ايوه وا ها وا ها فوا ز ز ز ها ها بعدين زاي زاي لحالها بقى هنا حط الزاي هنا بعد الالف زاي ز ز ز يا عم يا عم خلاص ز دي ازاي؟ اه في حاجة ناقصة قبل ازاي؟ ايه هي؟ في مد. ها طيب شكرا يا تميم.